السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مربع المعرفة. يحرص كل شخص منا على العيش في سلام واستقرار وأمان، ولا شك أن ذلك أبسط حقوق الإنسان في هذا العالم. ورغم ذلك هناك العديد من المدن التي لا يتوفر بها ضمانا للحياة بسلام، إذ تواجه العديد من المشكلات بسبب الفقر والتقلب السياسي وعدم المساواة وانعدام الأمن والحرية والإرهاب والخلاف بين الدول، مما جعل الوضع أسوأ وأصبح من الأفضل تجنب هذه المدن وأخذ الاحتياطات اللازمة إذا كانت هناك ضرورة لزيارتها. لذلك إليك في هذا الفيديو 9 مدن هي الأكثر خطورة في هذا العالم. مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كيب تاون هي عاصمة مقاطعة كيب الغربية والمدينة الأكثر ازدحاما بالسكان في جنوب إفريقيا، تشتهر بتعدد الثقافات نتيجة كثرة المهاجرين إليها، وتعتبر مكانا شعبيا للسياح بسبب قربها من المحميات الطبيعية، لكن رغم ذلك تعاني من الفقر والاضطرابات الاجتماعية وارتفاع معدل الجرائم والاعتداءات الجنسية والسرقة والقتل. لذلك تعد هذه المدينة واحدة من المدن الأكثر خطورة في العالم، خاصة أثناء الليل. مدينة نيروبي كينيا. تعتبر نيروبي عاصمة كينيا وأكبر المدن الموجودة بها، لكن رغم تميزها في العديد من المجالات إلا أنها تواجه العديد من المشكلات، إذ ترتفع معدلات الجرائم في الشوارع بشكل لا يصدق، ويعد السفر أثناء الليل من أخطر الأشياء التي قد تفعلها في نيروبي، ومن الممكن التعرض لعمليات السطو والنهب والقتل في أي وقت. مدينة كراتشي باكستان. كراتشي هي أكبر مدينة في باكستان، عاصمة إقليم السند والعاصمة السابقة لباكستان. يبلغ عدد السكان ما يقارب 25 مليون نسمة، تشتهر بميناء كاراتشي وميناء ابن قاسم، لكنها تواجه العديد من المشكلات، استشهد اضطرابا سياسيا وزيادة معدلات الجرائم من القتل والخطف والإرهاب والتفجيرات الانتحارية، مما يجعل الحياة بها خطيرة جدا. وقد بدأت وكالات إنفاذ القانون محاربة الإرهاب وخفض معدل الجريمة بها في هذه الفترة. مدينة صنعاء باليمن. تواجه مدينة صنعاء عاصمة اليمن حالة من التشتت وعدم الاستقرار والاضطراب السياسي بسبب وجود الجناح اليمني لتنظيم القاعدة، وقد بدأت عمليات اغتيال المسؤولين بشكل مستمر، ويقف الناس ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وما يزال الوضع صعبا وخارج نطاق السيطرة تماما. مدينة بغداد بالعراق. بغداد عاصمة العراق يبلغ عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة، واجهت أسوأ الأوقات بسبب الحرب الأهلية في العراق وآخرها تدمير المدينة من قبل القوات الأمريكية بين عامي 2003 إلى 2011، فضلا عن إطلاق النار والتفجيرات فقد مزقتها الحرب تماما، مما أجبر الكثير من السكان إلى الانتقال من بغداد. لذلك تعد من أكثر المدن خطورة في العالم وما تزال غير آمنة. مدينة كاراكاس بفنزويلا. تقع كاراكاس شمال فنزويلا وتعد عاصمة فنزويلا وأكبر مدنها وأكثرها خطورة بسبب زيادة معدلات القتل والإرهاب يوميا، بالإضافة إلى السرقة والإتجار بالمخدرات، مما يجعلها وجهة غير مرغوبة بها بالنسبة للزوار، وهي الآن تحت الرقابة المشددة من قبل وكالات إنفاذ القانون والشرطة. مدينة غواتيمالا بجمهورية غواتيمالا. غواتيمالا هي عاصمة جمهورية غواتيمالا وأكثر المدن ازدحاما بالسكان،
وتشتهر بزيادة معدلات الجرائم وتهريب المخدرات وجرائم القتل الجماعي والخطف والسرقة المستمرة والاعتداءات الجنسية. وقد حاولت قوات الأمن الحد من هذه الجرائم لكنها ما تزال غير آمنة. مدينة سيودات خواريز بالمكسيك. تعتبر سيودات خواريز عاصمة غير رسمية للمكسيك ومن الأماكن الأكثر عنفا في العالم. تشتهر بتهريب المخدرات والشرطة الفاسدة ولا يوجد أمان بها، وتزداد معدلات الخطف والمفقودين بشكل مستمر، بالإضافة إلى اغتصاب النساء. وقد فشلت الحكومة تماما في الحد من هذه الجرائم. مدينة كابل بأفغانستان. تعد كابل عاصمة أفغانستان وأكبر مدنها، تقع في الجزء الشرقي من البلاد. يبلغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة. دمرت المدينة وقتل آلاف من السكان خلال الحرب الأهلية بين عامي 1992 و1996 عن طريق الاتحاد الروسي. انتهت الحرب عام 2001 لكنها ما تزال خطيرة وغير آمنة بسبب وجود طالبان التي تشارك في عمليات الاختطاف وقتل الأبرياء والإرهاب. وفي النهاية نتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم جديدنا من الفيديوهات القادمة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.